الفرح. من مسقط البوظبي، من مسقط البوظبي، صقر الشعر طار بي، صقر الشعر طار بي، للحازم اليعربي، للحازم اليعربي، بو خالد الهيمنة يا عربي، بو خالد الهيمنة، بو خالد الهيمنة، هيمنة بو خالد الهيمنة. القصايد القصايد كل ابوها ما تليق غير في مدح الكفو ابن الكفو، الاسد بو خالد المجد العريق تحت ظله في الشدايد يوقفوا، عالشوامخ والكواكب له طريق ما خطف من وين غيره يخطفوا، هيبته مع طيبته مثل الرحيق يشفي المعتاق ويحب العفو. عليك الزود مساكم الله بالرضا والمحبة، اللجنة الكريمة، الحضور الكريم، والمتابعين جميعا، واللي تعنوا لصقر المزروعي يعلم الله أن عنوتكم، وعليكم زود، عنوتكم بحد ذاتها ناموس، عسى الله يجملنا في الشعر وفيكم إن شاء الله. المشاركة البارحة، البارحة مريت شارعك القديم من الجراح، على أمل باقي كلام من الحنين وأسمعه، وافصخ عبات الليل وارميها على وجه الصباح، يمكن بعد عمر الغياب يرد عمري أجمعه، وحيد وحيد أكلم صورتك للشمع طالبك السماح، يصير هذا الحزن باني فوق صدري صومعه، تعبت أفتش من فتاة الصبر لقمة للنجاح، وتنفس كبر السلام وأنسى كبر المعمعة، كل ما أحاول أنسحب ذكراك تتساقط رماح، والقلب يطرد كل من يطرد وراك ويقمعه، محتاج كل لحظة معك فيها تعلمت الكفاح، حاجة كبير يمره الماضي يغرر مدمعه، خذني بعيونك لي عطر فيك باح ومنك فاح، وان صارت الدنيا تبى ترجعني رجعني معه، حلمي مدينة فاضلة في حبك الأسمى المباح، قنوع جدا بس يكبر في المحبة مطمعه، لو احترق في غيبتك وتصادم بوجه الرياح، ببقى ذهب مهما ذهب ما شفت إلا ملمعه، بالرغم أن اسمي صقر لكن خلقت بلا جناح، إلا من وجودك معي حلقت في الكون أجمعه. السلام عليكم. وانت سالم يا صقر، صح الله بذلك يا أبو علي، الله يطول بعمرك. ويعني احنا في اللجنة دوم نقول ان اشتقنا للقصيد العاطفي في هاي السنة، خاصة ابو نزار وابو خالد. انا قلبي خضر رسمي معترف، انا الله يجزاك خير، قلبي ملعب كورة فيض انا. طبعا ابو نزار لا تعليق، شو اقول لك انا؟ شجرة الزيتون ابوي. يا سيدي فعلا احنا اشتقنا لهذا النوع من الشعر. الله يجزاك خير دكتور. واضح انك عزفت على وترين في القصيدة يا صقر. اولا اسلوبك الشعري، طبعا اولا التصوير الشعري القائم على الخيال وعلى الرمز الجزئي بشكل كبير، والاسلوب الثاني اتجهت ايضا للمحسنات البديعية من جناس كلي، من جناس كلي أو جزئي أو تضاد، يعني لاحظت أنك وايد ذهب مهما ذهب، فاح وباح، وايد من المفردات، لكن لاحظت أيضا أن المحبوبة حضرت بشكل معنوي،
ومرتبط بالمشاعر أكثر مما هي حضرت بشكل مباشر. يعني ما وجدت إلا بعض الملامح القليلة، صورتك وحيد أكلم صورتك، وأشرت أيضا إلى العطر، ولكن في باقي الأبيات لا، كانت يعني الصور كلها تدور حولك، حول مشاعرك، حول موقفك، حول ما قمت به. أيضا حتى شارعك الجديم يعني ما يرتبط بها بشكل مباشر، لذلك جت الصور الشعرية المرتبطة بها حسية أكثر مما هي بصرية، رغم وجود بعض الصور البصرية اللي موجودة عندك، يعني إشارات إلى الشارع، إشارة إلى الصورة، إشارة إلى الجناح مثلا في آخر القصيدة، لكن هذه مو بوايد موجودة في النص بشكل كبير. وتوقفت عند بعض المفردات اللي سألت نفسي فيها، ليش مثلا اخترت الصومعة فوق صدري صومعة؟ شو تحس مدى ارتباط هذه المفردة بلغتك الشعرية أو بالصور الشعرية اللي موجودة في القصيدة؟ أنا شبهت أن هذا الحزن وهذا الهم مشكل علي كالصومعة فوق الصدر. طيب، تقول تعبت تفتش من فتاة الصبر القمة للنجاح، لقمة للنجاح. نعم. تعبت تفتش من فتاة الصدر اللقمة للنجاح، أي نجاح تقصد هني؟ نجاح اللقى، نجاح يعني الهم والحزن هذا كله بجمعه في أفتش من فتاة الصبر هذا كله للنجاح. أوكي، خذني. طيب، خذني بعيونك لأي عطر فيك. شو العلاقة بين العيون والعطر؟ يعني ليش هني بالعيون لأي عطر؟ العطر ريحة تشم، أما بالعيون فشو، ليش ركبت الصورة بالشكل هذا؟ كصورة يا أبو علي، كصورة شعرية. خذني بعيونك لي عطرا فيك باح ومن كفاح. طيب، عموما صقر، ان شاء الله ان هذه الازمه العاطفيه تنتهي على خير يا رب، واتمنى لك كل التوفيق. تفضل ابو خالد. دام فضلك ابو علي، صقر الشعر حياك الله. يحييك يا ابو خالد. صقر، جميل شعر وجميل حضور، واضفت لهذا المكان جمال، وانت بالفعل الله يجزاك خير. صقر تستحق هذا المقعد وهذا المكان. شهادة صقر فيها يا ابو خالد، كنت يعني خير سفير للشعر العماني ولشعراء السلطنه. النص طبعا ابو علي علق على بعض المفردات، وانا من وجهه نظري يعني صقر، انت احنا على ساعه ما نكتب على القافيه هذه، الله يجزاك خير، مع هذه عسره وقد تجبر الشاعر الى يعني فيها مع ابو خالد القافيه. اي انا والله حتى يعني احنا على رخاء ما نكتب بالقافيه، انت جنبها خوفا من ان تجبرنا بعض الكلمات على بعض، لكن انت يا صقر ما شاء يعني النص للامانه عجبني، كان عاطفي مثل ما قال ابو علي، واشتقنا من زمان ما سمعنا من القصائد العاطفيه. الملاحظات يعني تضيف، ترى النقاش بينك وبين ابو علي يضيف الجمال، مثل تتساقط رماح تزرق الرماح مثلا بتكون اقوى من تساقط الرماح مثلا على سبيل المثال، في بعض الاشياء تضيف جمال هي جميله، ولكن بعض المفردات تضيف الى النص بشكل أجمل. أنا عجبني النص وعجبني حضورك، الله يجزاك خير، وعجبني جمهورك اليوم. يسرق. جمهورك الله يجزاك خير، بيض الله ويوه موافي. شكرا لك يا صقر، تفضل أبو أفضل. صقر شكرا على هذا النص. عفو يا دكتور. أنا أبدأ في جزئيات هامة أنا شفتها في القصيدة. الحقيقة في عندي هنا ثلاث مواضع أنا قرأتها بطريقة التالية، إنه الشاعر في العبارات اللي راح أقولها استخدم أسلوب أنا يعني قليلا ما يمر علي، وهو إنه في كلمة تأتي في وسط العبارة ممكن إنك تستعملها في النصف الأول وممكن تستعملها في النصف الثاني، مثل لما قال على أمل باقي كلام من الحنين وأسمعه، كلمة باقي ممكن تكون مع الأمل على أمل باقي، وممكن تقول باقي أمل من الحنين واسمع، فهي اشتركت في المعنى من هنا ومن هنا في كليهما، وبالتالي فتستطيع أن تقف عند باقي وممكن تستطيع أن تقف عند كلمة أمل. مثلها الشطر الأول، البارحة مريت شارعك القديم من الجراح، ممكن تقول مريت شارعك القديم من الجراح، توقف عند القديم، أو شارع مريت شارعك
القديمة من الجراح تكون صفة للجراح. وكذلك في عبارة افسخ عبات الليل وارميها أو وارميها على وجه الصباح، هذا أسلوب الحقيقة جيد جميل يعني كلما يتكرر عند الشعراء. الشيء الثاني أنه الشاعر ذهب كثيرا إلى الكنايات اللي هي يعني الكلمة التي تحتها ما تحتها من معنى آخر يدل عليه من خلال القرائن. في أعجبني البيت اللي تقول فيه كل ما حاول انسحب ذكراك تتساقط رماح، يعني كلمة تتساقط رماح مع كلمة ذكراك، ثلاث كلمات هذه ذكرتني بالبيت اللي عند عنترة بن شداد: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. طبعا التراسل هذا تراسل جميل، ولكن الشاعر لم يلجأ إلى التراسل مع النص بحرفياته وإنما ذهب إلى معناه الضمني. القصيدة فيها جمال لكن القافية اللزوم ما لا يلزم، معه في الآخر أجبرتك على الاتيان بكلمات لم تجلس في مكانها. شكرا يا صقر.